اجلس واسترخي واستمتع بالرحلة مع هذا الروبوت السداسي الأرجل. يقترح مبتكره أن هيكله يشبه العنكبوت، يزن 10.4 أطن، وهذا مثير للاهتمام لأن خوارزمية الحركات والعديد من العناصر تم تصنيعها وصنعها بواسطة المؤلف نفسه. لأي شخص مهتم، لم يبخل المؤلف بتفاصيل المشروع ونشر الكثير من الصور على روبوسكوم، لذلك من الممكن تماما إنشاء شيء مشابه في المنزل. هذا أمر لا يصدق. يرجى عمل نسخة بطول 6 أقدام بسرعة قصوى تبلغ 9.3 ميل في الساعة. في غضون ذلك، إليك بديل من جامعة هارفارد. يتم استخدام حوالي 175 مليار من القش البلاستيكي كل عام، ويتم التخلص منها في الولايات المتحدة، لذلك من الجيد أن نرى أن بعضها على الأقل يخدم العلم. هذا الاختراع تحت عنوان العنكبوت بسيط قدر الإمكان. يتم توفير الهواء للقش المعدل، وبسبب مرونة مفاصلها يتم تقويم الأرجل للخارج. قام المهندسون بصنع كل من الأرجل الفردية والروبوتات المختلفة التي تذكرنا بحشرات العصا والعناكب وحتى أدوات التحكم في المياه. أردوينو مايكرو كنترولرز هي المسؤولة عن الحركات في برنامج بوك. كان هناك الكثير من العمل، كان عليهم إنشاء خوارزمية جديدة كاملة للأرجل الثمانية. نحن نعيش في القرن 21، يقوم المهندسون باختبار السيارات الطائرة. تقدم الطائرات بدون طيار البيتزا، وقد قام العلماء في الولايات المتحدة بتعليم الذكاء الاصطناعي لتحديد جنس المريض من خلال الأشعة السينية. لذلك عندما تسمع عبارة الحيوانات الآلية، فمن المحتمل أنك يقوم الغشاش الآلي بمطاردة هذا الروبوت من اليابان، وقد قدم المهندسون المحليون ماعزا آليا أصليا للغاية. ويتم التعامل مع المشروع من قبل شركة كوسوكي كوبرايش. يعرضون الروبوت في المعرض الدولي لطوابق الروبوت 2022، وقدموا على وجه الخصوص العديد من السيناريوهات التي تساعد المزارعين على تقديم حمولة تبلغ حوالي 220 طن، ويتحرك إلى أوضاع يتم تنشيط العجلات على الطرق الملساء، ويتم تنشيط الأرجل. التحكم اليدوي متاح، والروبوت قادر أيضا على التحرك بشكل مستقل. التطورات الصينية ليس أقل إثارة للاهتمام. ألقى نظرة على هذه الفئران الروبوتية. يعد هذا خيارا ممتازا للعثور على أشخاص تحت الأنقاض يقومون بعمليات تفتيش لكيفية الوصول إلى المناطق. والمهام المماثلة الأخرى، يزن هذا الإصدار حوالي 7.8 أوقية، وقد تم إنشاؤه بعد دراسة مفصلة لصور الأشعة السينية لجرذان حقيقية. لقد نجحت في اجتياز عدد من الاختبارات، بما في ذلك حمل حوالي 7 أونصات من البضائع على طول طريق منحدر يصل إلى 20 درجة. يمكن الفأر الآلي أن يضع نفسه للأعلى، ويمكن للجرذ السقوط أن يثني قرفصاء جسده ويتسلق فوق العوائق ويشحف. هل تعلم أنه منذ زمن بعيد فيما يعرف الآن بكولومبيا لرفع تيتانيك بو، كان ثعبانا يبلغ طوله 43 قدما ويزن أكثر من 2205 رطلا؟ ومع ذلك لم يتمكن العلماء من إثبات ذلك إلا من خلال تحليل للهياكل للعمية المحفوظة، لأن قوس تاتيانا انقرض منذ زمن طويل. ومع ذلك في فيديو اليوم تم إحياء هذا الثعبان على شكل روبوت، ويؤكد المهندسون من كندا أنه أكبر روبوت من نوعه في العالم. تم تصميم الروبوت في عام 2011 واكتمل في عام 2015. يتم التحكم في جهاز تيتانو بو الذي يبلغ طوله 50 قدم بواسطة 8 وحدات تحكم دقيقة من أردوينو مايك، وتعيين أقصى إنتاج يبلغ 25 حصانا، ويتحرك الروبوت بسرعات تصل إلى 2.5 ميل في الساعة. كما لفت الثعابين انتباه علماء من الولايات المتحدة، تم إنشاء هذا الروبوت في جامعة هارفارد. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو الجلد الاصطناعي بقشور مثل ثعبان حقيقي. الطريقة التي يعمل بها هي أن الهواء يتم تزويده النظام، ويتم شد الجلد بحيث تتشبث المقاييس والسطح.
وتحرك الروبوت وفقا للمهندسين، فقد استلهموا من فن الحمل الياباني تومي على عكس الأوريجامي، فهو يتطلب مقصا ويعتمد على التخفيضات وليس على الزائف. اختبر الأمريكيون مجموعة متنوعة من الخيارات واختاروا الجروح شبه المنحرفة التي سمحت بزيادة طول الحركات التي يخططون لها لاستخدام الروبوت الخاص بهم في مهام مختلفة، وقد يتم استخدامه من قبل خدمات الإنقاذ. خيار آخر لأولئك الذين يحبون مشاريع بريوي، هذا دبور إلى غير عادي. ستوفر لك هذه المجموعة التي تبلغ تكلفتها 150 دولارا 4 ساعات على الأقل من المرح، لأن هناك 1000 قطعة لتجميعها. صعوبة التجميع هي 3 من 5، وهناك نسختان عاديتان مع مؤثرات ضوئية وصوتية. الأبعاد المقدرة بعد التجميع هي 8 × 8 × 8 بوصات. المواد الرئيسية هي الحديد والنحاس. تنو هذه المجموعة حوالي 2.2 رطلا وتتضمن مفكا وزرادية ونسختين من الأجنحة وقطع الذيل، ستساعد في ترقية طرازها وستحصل على رضا والشعور بالإنجاز من التجميع. لماذا نعيد اختراع العجلة بينما قامت الطبيعة الأم بالفعل بكل العمل؟ المثال المثالي هو هذه السمكة الآلية المصممة على ضرار التونة ذات الزعانف في الزرقاء في المحيط الهادئ، وقد نجحت النسخة التجريبية في السباحة على عمق حوالي 40 قدما لمدة 40 دقيقة تقريبا وهي تناور. التقاط الصور. سيساعد مشروع موالف الروبوت في إيجاد حلول لتطوير غواصات روبوتية مدمجة تحتاج إلى البحث عن الملوثات التي ترسم خرائط التضاريس السفلية. والمهام الأخرى هي اللحظات التي يواجه فيها المهندسون مشاكل في الطاقة، حيث تنفذ البطاريات بسرعة كبيرة، لذلك قرروا أن يأتوا إليها من زاوية مختلفة وأن يصنعوا مسكنا أفضل. بشكل عام قال المهندسون أن الروبوت عبارة عن وحدة تجريبية متعددة المهام. أنت تبحث عن أفضل اختراع لعام 2006. وفقا لمجلة تايم، هذا روبوت يمكنه التسلق على أسطح راسية، تم صنعه في 6 فوق. واستلهم المهندسون من الأبرص، حيث أن خلاصات هذه السحالي هي بالفعل معجزة، وكان من الممكن دراستها بالتفصيل فقط مع ظهور المجهر الإلكتروني، واتضح أنها مغطاة بالمجهر الإلكتروني. أرقى الشعيرات تسمى سي مشدودة، ويوجد 14 شعيرات لكل مليمتر مربع. القبضة آمنة جدا، لدرجة أن الأبرص قادرة على التعليق باستخدام قدم واحدة فقط. تحاول ستنفور تكرار نسخة واحدة من الشعيرات، أرق ب5 مرات من شعر الإنسان. والميزة الرئيسية هي أنه يستخدم طاقة أقل مقارنة بأكواب الشفط والمواد اللاصقة، ويمكن للروبوت بالفعل الزحف على الخشب والمعدن المطلي وحتى الزجاج. وفي المستقبل قد يكون من المفيد أن نبني نحن رجال الإنقاذ والباحثين حول العالم. دعونا نذهب إلى ألمانيا، حيث يمكننا إلقاء نظرة على إوزة الروبوت هذه من بعيد. يبدو وكأنه إوزة فعلية، ويشعر الأشخاص في التعليقات بالقلق من أن يتم إطلاق النار في يوم من الأيام عن طريق الخطأ. لقد وجدوا أيضا تطبيقات مثل إوزة زل كيميائية للأغراض العسكرية. الإصدار الحالي يبقى في الهواء لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، وهناك طرز مختلفة بحجم 64 بوصة و73 بوصة. الرأس مصنوع من خشب الزيزفون، وطلي بشكل جميل ومدمج مع جعروبو، مما يمنح هذا النموذج المصنوع منزليا مظهرا فريدا ومعروفا. ما زلنا في هانوفر ألمانيا، حيث ابتكر المهندسون المحليون هذا البطريق الآلي الذي يزن 21.2 رطلا. إنه جاهز بنظام إلاحة مستقل، ويمكنهم السباحة بشكل مستقل إما بمفردهم أو في مجموعة. يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي، والذي يجمع مع بطاريات طاقة 15 أمبير، مما يسمح للروبوت التسارع حتى 3.1 ميل في الساعة وقضاء ما يصل إلى 7 ساعات على الماء. وأصبح هيكل الجذع المرن حقيقة واقعة بفضل تقنية الزعانف المستوحاة من زعانف الأسماك طيور البطريق. هم خبراء نجون في مياه القطب الجنوبي الباردة، وبنيتهم تسمح لهم بإنفاق طاقة أقل للتحرك في الماء.
يقول المهندسون بأن طيور البطريق الروبوتية ذات المعدات المختلفة بالداخل ستكون بالتأكيد قادرة على حل أصعب المهام. التالي هو تطور يلقي نظرة جديدة على الحبار، ونحن لا نتحدث عن البرنامج التلفزيوني. في الواقع استلهم هذا الحيوان مجموعة من العلماء وقاموا ببناء هذا الروبوت لاستكشاف العالم تحت الماء. بشكل أساسي أنشأنا جميع الميزات الرئيسية التي تستخدم فيها رياضة السباحة وعالية السرعة. كما يقول المبدعون، ومع ذلك لا يزال هناك طريق طويل نقطع. في الاختبارات وصل النموذج إلى نقطة الصفر، في حين أن حبار هومبولت يمكن أن يتحرك بسرعة تصل إلى 15 ميلا في الساعة، يتحرك الروبوت عن طريق إخراج الماء والمواد اللينة والمرنة التي تقلل من خطر إتلاف الشعاب المرجانية أو إصابة الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحبار الآلي مضغوط ويمكن أن يحمل كاميرا أجهزة استشعار مختلفة ومعدات أخرى، على الرغم من أنك لن تجدها على متنس.